نحن مستعدان لهذا الفيلم المشوق عن الجزيرة. ألوها، شكراً. هل هذه قيثارة حقيقية؟ لن تنطلي علي هذه الخدعة. أوه، لا يوجد شيء بداخلها. في هذه الحالة أنا أحب كل أنواع الموسيقى، أترى؟ تفضل يا صديقي. سلام، كم أحب عملي. انطلق خدعتنا على غريب الأطوار. مغفل، هل تريد مجوهرات من الحلويات السرية؟ اسكب حلواك المفضلة، اختر نسكيتلز. احضر خيطا عاديا، الخيط ومرر الحلويات عبره. ويمكنك أكل الحلوى دون استخدام يديك، كما يمكنك صنع قلادات جميلة أيضا. الإبداع يفتح الشهية بالتأكيد. مرحبا، تذكرة واحدة من فضلك. لن تدخلي مع هذه الأغراض. لكن اشتريتها للتو. يا على الخسارة. هيا يا كابن، أنت التالي. أوه، هذا ممنوع. ألا تستطيعون القراءة؟ هل يمكنني الحصول على مقعد في الممر بسبب إصابتي؟ أيتها المسكينة، تفضلي. لهذه الحيلة، صب لفات الشريط اللاصق ثم ألصقها معا. أزل غلاف الشريط وألصق هذه العلبة، ثم غطي كل شيء بالشاش. لفت كمية كافية بحيث لا يمكن رؤية ما يوجد أسفل الشاش. تبدو مثل جزيرة حقيقية، صحيح؟ انتظر يا مفتول العضلات، دعني أفتح الطريق لك. لتنفيذ حيلتي، أحضر بلوزة والتسهيل المفضلة لديك. سيساعدك شريط اللاصق المزدوج على لصقها بالقماش. ضع أكبر كمية ممكنة. ارتدي هذه البلوزة الآن. أليست حيلة ذكية؟ بدأ الفيلم. يا كيفن، ما رأيك بهذا؟ إنها فكرة مجنونة يا صوفيا. هل تريدين أكل واحدة من عضلاتي؟ تبدو كحلم جميل. نحن بارعان في التسلل بالأكل. أوه، شكرا. بدأ الناس ينظرون إلينا. أيا كانت الملابس التي نرتديها، لدى الجميع بنطال جينز مفضل. إنه مريح جداً. ليس دائماً. مهلاً؟ هل تقلص هذا البنطال أم ماذا؟ كلا، يبدو أنك سمنت يا بيتي. والفضل يعود للوجبة سريعة. كلا، هذا مستحيل. سأرتدي بنطالاً فضفاضاً. أرغب في تناول شيء مالح. أنا متأكدة من أني وضعت رقائق البطاطس هنا. يا سلام، لا أستطيع الانتظار لأكل. ألست تحاولين تخسيس وزنك؟ هل ستشم بيلا رائحة البرجر؟ يبدو المكان آمنا لي. واو، لم أرك يا بيلا. لا بأس بتناول الخاص، لكن لا شيء غيره. الطريقة الوحيدة لفقدان الوزن هي حساب السعرات الحرارية. هناك حل أسهل بكثير. قللي حصة الطعام إلى النصف. هذا أرعب فيلم رأيته في حياتي. يا بنت، هل تريدين بعض الجزر؟ في الواقع نعم. طعمه مقزز، لن أبلعه. آسفة يا بيلا، لكن طعمه سيء. لا يمكنني إبعاد عيني عن الشاشة. هل أكلت كل الجزر؟
سأعود حالا. لدي بضع ثوان وهي كل ما أحتاجه لأكل هذه، لكن يجب أن أخبئها. لم لا؟ بالمشرط اقطع غلاف المنديل بهذه الطريقة، ثم أزر القطعة والمناديل واسكب الحلويات في الداخل. اختارت باتي حلويات أمنامز، هذا تمويه متكامل. أوه، كم اشتقت لطعم السكر. ماذا ذوت؟ لا شيء مهم. بسرعة بدون أن تراكي. نجحت الحيلة. أوه، طعمها لذيذ. مرحبا، لم أتأخر عن حصة اليوغا صحيح؟ لن تدخلي مع هذه الوجبات الخفيفة، لكن التمرن يشعرني بالجوع. أحضرت حصيرة التمارين، أنا مستعد لتقوية جذعي. يبدو هذا المكان جيدا. يا إلهي، هذه الفتاة جميلة وجذابة، ويبدو أنها من عشاق السكوات. هل يمكنني الحصول على عضلات بارزة مثلها؟ حان وقت الاسترخاء أخيرا. يجب أن أجذب انتباه هذه الفتاة. هل تنظر إلي؟ يا سلام، أشعر بدهوني تحترق وبأن العضلات بدأت تتشكل وتبرز. أحتاج إلى شرب بعض الماء. لقد استعدت طاقتي لنواصل التمرن. انظروا إلى عضلاتي البارزة. ما رأيك في عضلاتي؟ ماذا؟ أنا أحاول التركيز هنا. أظن أن تناول وجبة خفيفة صغيرة قد يساعدني. أعني الكثير من الوجبات الخفيفة، أحتاج للأكل لتعزيز طاقتي واستعادتها. مهلا، كيف أدخلت كل هذا الأكل إلى هنا؟ لن تشي بي صحيح؟ أنت لا تمارسين السكوات على الإطلاق، ألست محقا؟ أليس طعمها لذيذا؟ أنا جاهز للمسبح أيها الحارس. ليس بهذه السرعة. ألا تستطيع القراءة؟ الأكل ممنوع؟ كيف سأدخل مشروبي الغازي؟ لقد اشتريت هذه العلبة الكبيرة. يبدو أني سأعود إلى المنزل. مهلا، خطرت لي فكرة. من الأفضل أن أحضر معي عدة الغوص. أوه، أجل، لا أحد يدخل هذا المختبر بعد الدوام، مما يمنحني فرصة مثالية. أنا مستعدة للغوص في المسبح الآن. كنت أعلم أني سأستفيد من عدة الغوص يوماً ما. يمكنني الأكسجين أن يكون برتقالياً، صحيح؟ ستكون هذه الحيلة عجيبة. كاد يحين دوري. هذه عدة الغوص، انظر. حسناً، ادخلي. لقد انطلت الخدعة عليها. يا له من مغفل. سأحتسر قليلاً من مشروبي. بل الكثير. يقدم هذا المطعم أفضل طبق معكرونة. أنا متشوق لتجربة هذا الطبق. لا أصدق أني لم أزور هذا المطعم مسبقاً. لو سمحت. مرحباً. هل رفعوا الأسعار هنا؟ $15 للماء. يا للهول. أريد ماء من فضلك، كمية صغيرة جداً. حسناً، كوب الماء. يا للهول، أعرف ما تشعرين به. هذا محرج للغاية، وبدأت بطني تقرقر. ما رأيك بالذهاب إلى مكان آخر؟ لا أريد أن نحرج هنا. لدي بعض الحيل في ربطة عنقي، انظري. أمل أنك تحبين الحلويات. يا للروعة. لم أنتهي بعد. إنها المفضلة لدي.
هناك شيء آخر بداخلها، ها هو ذا. الآن للنهاية الكبرى، انظري إلى هذه السكاكر الجميلة، يجب أن أعدل ربطة عنقي. تفضلي، حلويات للعشاء. شكرا جزيلا، ولم تكلف لسا واحدا.